هولدنج تاني عميد كلية الطب جامعة عين شمس بمشاركة تقريبا 30 عالم أجنبي وبحضور حوالي 1500 طبيب على مستوى العالم ومن مصر الحبيبة. المؤتمر سيقام على مدى يومين يوم 10 و11/5. هيكون هناك 4 ورش عمل وحوالي تقريبا 150 ورقة أو محاضرة علمية موجودة أثناء المؤتمر. الحقيقة في يعني أخبار كثيرة جديدة موجودة في المؤتمر عايزين نقولها لحضراتكم، ممكن يعني نبدأ بيها. يمكن يبقى كلنا يعني أساتذتنا كل واحدة يتكلم عن حاجة معينة.